Matt Tempest from Egypt. مفيش أجمل من كده، يوسف وآسر وندى ويمنى، يعني الرباعي اللي بيمثلوا منتخب مصر. منتخب مصر فين؟ في المسابقة العالمية للروبوتات، دي بطولة العالم في الروبوتات. البطولة دي اتعملت في رومانيا ومشارك فيها 2000 فريق على مستوى العالم. ال2000 دول بقى من كوريا، من اليابان، من أمريكا، من الصين، من الهند، يعني أبطال الكرة الأرضية في كل حاجة. ودائما وابدا اولادنا وبناتنا هم اللي مشرفين مصر وحصلوا على المركز الاول والميداليه الذهبيه زي ما حضراتكم شايفين العظمه يعني والجمال. فريقنا الفريق المصري يفوز بالمركز الاول على مستوى العالم، وهذا شيء شوفوا حتى الاعلام، يعني نرجع تاني للصوره اللي قبلها، شوفوا اعلام الدول المشاركه، شايفين اليابان وشايفين تركيا وشايفين طبعا مصر وشايفين ايطاليا وشايف، يعني حاجه يعني عظيمه جدا ان منتخب مصر يفوز بالمركز الاول من ضمن 21 دوله على مستوى العالم. كل الفخر والشرف ومبروك لآسر ويمنى وندى ويوسف. نبدا بالبنات بقى، صح؟ نبدا بيمنى ولا ندى؟ انتوا اتنين اخوات، ها؟ نبدا بالكبيره ولا الصغيره؟ الكبيرة. الكبيرة؟ اتفضلي. انت الكبير. البطولة دي ايه حكايتها؟ هي اسمها روبوتكس تشامبيونشيب، وهي 12 مرة تتعامل في رومانيا، دايما تتعامل في رومانيا اراضيا، وفيها كذا كاتيجوري بس احنا اخترنا فول اونلاين عشان فينا في اكسبيرينس، يعني فيها كذا تخصص، فانتوا اخترتوا تخصص معين. اللي هو الروبوت بيعمل متابعه للخط، بيمشي ورا الروبوت فولو لاين. فولو لاين. فانتوا يمنى، انتوا الروبوت ده، انتوا الروبوت ده بتاخدوه جاهز ولا كمان بتشتغلوا عليه؟ لا احنا اللي عاملينه. طيب واحده واحده، احنا يمنى بعد كده نروح لآسر وايه ويوسف. نبدا بالبنات بقى، هم البنات يعني ماشي. البنات لازم ياخدوا حقهم، انت عارف. يمنى، احنا بنينا، يعني احنا اللي ركبناه وبرمجناه برضه. وهو يعني هو احنا بالاول بنبدا ان احنا نركبه. هو مش بيبقى صعب قوي، احنا بس لازم يبقى فيه حجم، معين. ويبقى خفيف عشان يبقى اسرع وهو بيتبع الخط. والبرمجه بقى هي طويله شويه، هي اللي خدت وقت، بس احنا عرفنا نبرمج الروبوت كويس. الله الله الله. استاذ يوسف، ايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. تمام؟ انت طبعا شايف بقى شباب من كل بلاد الدنيا، ها؟ لما انت شفت نفسك قدامهم وانت رايح بقى، المفروض دول من بلاد فيها شويه امكانيات اكتر وكده، حسيت بالقلق او الخوف ولا انت كنت داخل عملي؟ كان في ربنا اللي احنا نجيب ان شاء الله المركز الاول. واحنا في الطياره كنا بندعي برضه اللي احنا نجيب المركز الاول، وربنا استجاب لدعائكم عشانكم وعشان اهاليكم اللي تعبوا. الحمد لله. اكيد ماما وبابا تعبوا معاك من بدري في موضوع الروبوتكس ده. بداتوا من قد ايه؟ في ناس بقى لها سنتين. آسر بقى. انت في ناس بقى لها 3 سنين. انا بقى لي 3 سنين. انت بقى لك 3 سنين، وآسر بقى لك قد ايه؟ بقى لي سنه ونص تقريبا. ويمنى وندى؟ انا وندى سنتين. سنتين، ها؟ وطبعا بابا وماما بيودوكم يا عيني لما، ها؟ احنا الحمد لله عايشين قريب. بتاخد من وقتك قد ايه آسر روبوتكس؟ يعني كام ساعة في اليوم؟ كام ساعة في اليوم؟ هي الحصة بتبقى 3 ساعات، يعني كل جمعة. كل يوم جمعة. الله، مرة الله واحدة الله. في الأسبوع. الله. طيب أنا هستأذنكم عشان نقول مع بعض خبر جميل جدا، لأنه زي ما حضراتكم عارفين إنه قبل الفقره اللي قبل دي كان معانا مجموعه طلاب مدارس ستيم اللي جات لهم منحه في جامعه اريزونا بالولايات المتحده الامريكيه، اللي هم محققين المركز الثالث على العالم في البرمجه والمركز الرابع على العالم في العلوم الطبيه الانتقاليه.
فهم قالوا ان احنا بنفضل ان احنا ما نروحش جامعه اريزونا وان احنا ناخد منحه من جامعه مصريه. فتم توجيه انهاء النداء عبر هذا البرنامج. ومعانا دلوقتي الدكتور وائل عقل رئيس جامعه النيل على النيل الاهليه على الهواء مباشره. دكتور وائل زي حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد. زي حضرتك شفت اولادنا يشرفوا قد ايه؟ الحقيقه حاجه تفرح يعني. اولادنا دايما وخصوصا اولادنا في المدارس الستام دول دايما يعني مشرفينا ومستواهم متميز. والحقيقه احنا عندنا في الجامعه طلبه كتير يعني سبقوهم ودخلوا الجامعه بمنح وحققوا نجاح وتميز في الجامعه الحقيقه. هاي حضرتك خدت بالك انه الاربعه جات لهم منحه في جامعه اريزونا لكن هم قالوا لا احنا عاوزين منحه من جامعه مصريه؟ ده حاجه تشرف والله. وحاجه يعني ايه يعني تفرح ان الشباب اللي عايز يقعد في مصر وعايز يستخدم العلم اللي اتعلمه والمهارات اللي اكتسبها في المدرسه ويبدا يطبقها في مصر ويزودها في الجامعه خصوصا لو جامعه بحثيه. ده الحقيقه حاجه تشرف ونتوقع منهم ان شاء الله انجاز عظيم جدا باذن الله. ان شاء الله. فيش اخبار حلوه يا دكتور؟ طبعا في اخبار ان شاء الله. طبعا احنا عرفنا يعني ايه ابنائنا محمد عارف وادهم اللي هم حصلوا على المركز الرابع ان شاء الله ربنا يسهل. احنا عندنا منح كل سنه بنقدمها لطلبه ستيم مخصوص. بنوجه منح لطلبه ستيم. طبعا في معايير في الجامعه وفي بيقعدوا مع دكاتره وبيستقبلوهم بيعملوا برزنتيشنز للشغل بتاعهم. بس انا ادعوهم ان هم يقدموا في الجامعه وانا اظن ان شاء الله بالانجاز اللي هم عملوه وبمهارتهم وشطارتهم اعتقد ان هم ان شاء الله هيكون لهم فرصه كبيره قوي ان هم يجتازوا الاختبارات اللي موجوده عندنا في الجامعه للطلبه دي. ده محمد عارف وادم اللي هم اللي طلعوا الرابع في العلوم الطبيه والانتقاليه في ترانزيشنال ميديكال ساينس. ايوه بالظبط ان شاء الله. وطبعا زي ما حضرتك عارف هي جامعه النيل هي جامعه بحثيه رياديه وهي الحقيقه جامعه فيها كليات اللي هي بتقدم التكنولوجيز الحديثه جدا في الموضوع ده. ورياده الاعمال والابتكار جزء لا يتجزا من الشغل بتاعنا. والحقيقه عندنا كميه كبيره جدا وطلبه كتير جدا نجحوا قوي وتخصصوا وفتحوا شركاتهم قبل ما يتخرجوا من الجامعه عندنا. فدي يعني صحيح. فرصه مثاليه. احنا بنسعى دائما للطلبه المتميزين خصوصا ان احنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى في خبر يعني مهم قوي ان في 5 كليات جديده ان شاء الله هتتفتح في جامعه النيل قريب. حاجات في الووتر ساينس وحاجات في الانرجي والديجيتال هيومانيتيز يعني موضوعات الحقيقه احنا في امس الحاجات. طبعا يعني علوم المياه والطاقه بشكل عام هم اللي جايين في العالم فيما يخص كمان التنميه المستدامه. بشكرك جدا دكتور وائل عقل رئيس جامعه النيل. شكرا جدا ومبروك لولادنا محمد عارف وادهم محمد ان هم خلاص يعني على باب ان شاء الله او قربوا من المنحه. وبرضه بوعد حضراتكم انه محمد ماهر ومحمد حمدان مش هنسيبهم وهنشوف موضوعهم ونشوف اقرب منحه ليهم او اقرب استجابه ليهم. عقبالكم انتوا نفسكم لما تدخلوا الجامعه يلا يومنا هتبقي ايه؟ هو انا عايزه ادخل جامعه بره مصر. انت عاوز تدخلي جامعه بره مصر. إيه التخصص ايه؟ ممكن طب. طب ندى حاجه غريبه جدا بس طيران. ليه حاجه غريبه جدا؟ حاجه جميله جدا بس طيران بقى عشان تبقي كابتن طيار ولا هندسه طيران؟ ما هو الطيران ده فيه لا الكابتن. كابتن طيار ان شاء الله ربنا يوفقك. يوسف مهندس ميكاترونكس. ميكاترونكس انت يعني محدد عشان انت مستهوي يعني بتحب فكره البنى بتاع الروبوت نفسه اللي هو الميكاترونكس بتاع صح؟ هو ده اكتر حاجه حاببها يعني. اسر مهندس ميكاترونكس برضه. مهندس ميكاترونكس برضه. خلاص يبقى ان شاء الله احنا في المستقبل عندنا 2 مهندسين ميكاترونكس وعندنا كابتن طيار ندى ان شاء الله ربنا يوفقك ودكتور يمنى ان شاء الله. انا هكمل معاكم بعد الهوا ممكن؟ بعد ما نخلص؟ شكرا جدا. بشكر حضراتكم جدا ونلتقي ان شاء الله غدا في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع. احنا عندنا مراجعات الثانويه العامه زي ما حضراتكم عارفين احنا بنعملها بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم الفني خدمه لاولادنا. مراجعات الثانويه العامه في